حازم في محل اللبس عنده، عنده راجل نجم كل ما بيخش زبون بيعرف يبيع له 5 6 7 تيشرتات، هتعمل ايه مع الراجل ده؟ هظبطه على طول من غير ما تبقى، ولا لو ما عملش كده تبقى انت غبي يعني فاهم. انما انت وعندك قدامه واحد تاني هو 3 4 وقت ماسك الموبايل ماسك انستغرام بيخش للزبون بيخليه يقعد يبص من غير اي حاجه، هتخليه انا لو عندي كابتن جامد وكل المطعم بيخش يسال عليه، كابتن اللي هو الويتر اللي بيسير في الحاجات، كل ما حد يسال هو يا جماعه فلان فلاني فين، هو عبد الله القرش فين، هيتعرف. هو في حد اسمه كده؟ لا لا خالص. فاهم قصدي؟ فيحصل ايه؟ فهو الطبيعي العلاقه ما بين الشركه والموظف هي علاقه متبادله. عندما الصراع الشهير الدائم ما بين الموظف والشركه، العائد دايما هيرجع لك. يعني انا دايما كنت بقول الحمد لله ان عمري ما اشتغلت في شركه غير وانا كنت ببقى نجم، ولو مش نجم بسيب الشركه، يعني ممكن ما تركبش على الشركه.